أولا معاملة كثر السؤال عنها وهي أثارت جدلا كبيرا حتى بين المجامع الفقهية ودور الإفتاء في العالم الإسلامي، وهي حكم معاملة البيتكوين، هي العملة الرقمية الافتراضية. باختصار شديد، اللي راهم خايضين فيها يعرفوها، من يحتاجوش تعريف مني، ولكن بالنسبة لمن ليس له اطلاع نقول باختصار شديد، كان واحد رجل أعمال ياباني أو هكذا يكون، لأنه حتى هو افتراضي، ساتوشي ناكاموتو هذا على اسم أنه ياباني، اخترع عملة افتراضية ليس لها حقيقة مادية وليست مقابل سلعة تباع وتشترى، سماها البيتكوين، عندها رمز البي. على فكرة هذا الرجل صارت ثروته 64 مليار دولار، وأكثر المشاركين من العالم الثالث، يعني من المجتمعات، يعني العالم الثالث هم العرب عموما وغيرهم وأفريقيا وآسيا، فيشاركون لما فيها من الإغراء بالحصول على فوائد مالية. هي الإشكالية ليست في كونها فضاء افتراضيا، ممكن يتفق دول أو بنوك مركزية على اختراع عملة يعطيها اسم يعطيها قيمة، ولكن الإشكالية في البيتكوين هذه أنها ليست عملة معتمدة من قبل الأنظمة والدول والحكومات، وبعض الحكومات منعت التداول بها. ثانيا، إشكالية البيتكوين أنها موقع إلكتروني، لو أغلق الموقع أبقى على خير، ما تعرف لوين تروح. ثالثا، ليس هنالك أي ضمان لو خسرت أو صارك عملية اختراق للمحفظة المالية. صح، هم مشدين في قضية الكود وكذا باش واحد ما يدخل عندك، مي حصل وممكن يحصل بيراتاج معروف والقرصنة والهاكرز هذوك مخاخ، يعني يدخل لك يعني لهذا الحساب، وبالتالي عدم ضمان مسألة الأموال. وبالتالي يا جماعة صدرت فتاوى عن مجامع فقهية معتمدة ومعتبرة، منها دار الإفتاء المصرية برئاسة شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، دار الإفتاء في دبي وليس في الإمارات، في الإمارات أباحوها لكن دبي في إمارة دبي منعوها، دار الإفتاء في تركيا منعوها، دار الإفتاء في فلسطين منعوها. يعني باختصار، وأخيرا مش منساش الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لما كان الأمين تاعو علي القرة داغي العراقي الآن صار رئيسا له، أفتوا بعدم جواز التعامل بالبيتكوين. أنت كإنسان مواطن مسلم، يا ابن عمي من جبت التليفون هذا؟ هنا بالنسبة للمواطن العادي، إذا كان أكثر العلماء قالوا بالتحريم فأنت من المفروض تتبع الجمهور كما قال ابن عثيمين. صحيح من الأمانة العلمية كان دار الإفتاء في الإمارات، كان فتوى للشيخ سعد بن تركي الخثلان أباحها بضوابط وبشروط، قالك معاملة نعتبرها كل عملة كالدولار، مع أنه البيتكوين اليونيتي الوحدة تسوى حوالي 11,000 دولار، فقال ولكن لازم تكون تقابض ويدا بيد وما تكونش معاملة محرمة وكذا، يعني حتى كثرة الضوابط الناس ما راحش يقدروا يلتزموا بها. إذن الخلاصة أيها المؤمنون، في الفقه الإسلامي إذا كان راح تلوح دراهمك في جهة غير مضمونة يسموها الفقهاء المخاطرة بالمال والغرر والجهالة، وقال لك في أي لحظة يقفل هذاك أو يغلق ذلك الموقع، ما عندكش لو أنت تروح تشكي، ما تروحش المحكمة تاع الجزائر ولا تاع تيزيوز ولا تاع حتى محكمة لاهاي، تروح تقول لهم أن نشكي على الموقع هذا، يقول لك ما عندناش هذا الموقع، يعني غير معتمد. واضح؟ وبالتالي المسلم في حالة هناك مغامرة بالمال ومخاطرة وجهالة وغموض، أم هنا ناس جامعيين وناس يقرأوا يفهموا ومفروض رهم يشوفوا باللي كاين من هذه الأمور. صحيح الواحد كي يدخل ويدي الفائدة يولي يحاول يلمعها ويماكيلها باش تبان عادي ونورمال وما كاش حتى خطر ومضمونة، ويزيد بالزيد أنه ما سمعش الناس تهدر على الخسارة في هذه المعاملة، دائما يغريك غير بالربح، ما كاش التجارة حاجة تقول الربح فقط، هذا يولي ربا، تجارة ربح وخسارة، أما دائما رابح هذه عقود في العادة تكون ربوية. لكن احنا قلنا البيتكوين ليست مشكلتها في الربا، مشكلتها قلنا في المخاطرة بالمال، وأن الجهة التي أسستها ما نقولش مشبوهة، نقول غامضة، ونقول باللي ليست معتمدة من قبل الدول والحكومات، لأن المال نعطيك مثال درك،
احنا كنا نجيب 10,000 الزرقاء هذيك الورقه وتجيبها دركا في وقتها كانت 10,000 دركا غير معترف بها لان البنك الجزائري لا يعترف بهذه النقود. ولا تجيب ال 10,000 تاع بكري هذيك الفراشيه هذيك ما تقوليش دراهم، كانت دراهم في وقتها دركا خلاص. دركا كنت تروح لا بنك تاع الجزائر تقول لهم بيتكوين يقول لك انا ما استعرش بهذا، انا اعطيني الدولار ولا ريال ولا الدولار امريكي ولا كندي ولا استرالي ولا الليره ولا الدرهم ولا الاوقيه ولا غيره. إذن هذا هي الذي ظهر بعد بحث معمق في مسألة ما حكم المعاملة والتداول بعملة البيتكوين ومستر كوير وغيرهم، يعني عندها عدة كان 61 عملة بهذا الشكل، لكن أشهرها هي البيتكوين ظهرت في العصر الحديث. المسألة الثانية في غاية الأهمية وكثر عنها السؤال، احنا نجيب من نعتقد أنه حق وأنه فقه وأنه حكم الله في المسألة، ما حكم شراء الأسهم ميزاكسيون الشركات؟ سقسينا بزاف شباب مشتركين في هذه المعاملات. احنا نقولوا ليزاكسيون ايش هما؟ شنو ليزاكسيون؟ كاين اللي خاطيه الاقتصاد وكذا. اكسيون يعني سهم، يعني نصيب، يعني اون بار، يعني قادرة الشركة تلقاه حتى فرق رياضية او حتى يقول لك انا راها الشركة ذات اسهم، روح يقسموا هذيك الشركه نتاع مثلا نتاع الهواتف ولا نتاع هذو لي سيبور ولا الميكروفون هذا ولا الكراسي، ولا يقسموها الى مثلا مليون سهم، كل سهم يساوي السهم الاخر ديزونيتي يعني متساويه متكافئه، وليكن السهم يساوي مثلا 1000 دينار جزائريا، يقول لك شحال تشري من سهم في الشركه تولي تساوي. واحد اللي عنده دراهم يشري 1000 سهم، واللي عنده شويه يشري 20 سهم، واللي عنده 100 سهم، واضح؟ إذا في هذه الحالة الأصل فيها الجواز إذا كانت شركة معروفة النشاط ومعروفة السلعة والسلعة مباحة وليس فيها معاملة ربوية. يعني بعض الناس يقول لك أنا دخلت لشيت شركة ذات مساهمة ومانيش عارف شو راهم يديروا، هذا أيضا من الجهالة، والجهالة ممنوعة في الفقه الإسلامي. راح يقول لك نبيع لك عصافير اللي في الشجرة ولا السمك اللي في الحوض، ولا نبيع لك هذا الجمل الذي هرب او الجمل البعير جراه هرب الى حكمته راني نبيعه لك. هذه يسموها العلماء جهاله وخطر وغرر وغموض وغير ذلك. اذا الاصل فيها الجواز بشرط قلنا تكون عارف الشركه طبيعه نشاطها. كاين شركات مشبوهه، كاين شركات ربما تكون حتى فيها دعم للصهاينه وفيها دعم لليهود وللمحاربين للاسلام، انسان يتريث في الخوض فيها. لكن الحالة الأخرى تاع المشاركة الأسهم إذا كان الذي عرض أسهمه للبيع بنكا يمارس الربا فهذا لا يجوز الاشتراك فيه، لأنك تولي شريك في المعاملة الربوية، لأن البنك يعني إخواننا اللي راهم يشتغلوا في البنوك وهم عارفين باللي المؤسسة ربوية قائمة على الفائدة ما عندهاش استثمارات. وإذا كان عندها استثمارات إذا كنت تكون عارف وش تستثمر وهل هو مباح وهل عندها قروض ربوية وهل عندها وديعة بفوائد، هذه باش تتوصل إليها وتضمنها أنت تتحمل المسؤولية. مش هنا أنا نقول إذا كانت شركة ذات أسهم عندها نشاط تجاري مباح وانت عارف السهم تاعك شحال يسوى، هاو يطلع ويهبط، هما عندهم زوج طرق، يا إما تخلي السهم وتستنى يطلع وتدي الفائدة، كاين عوائد دي روندمو عائدات، مثلا أنت مشارك 100 سهم عندك كل عام فائدة على كل سهم شحال خرجت لك، وخلي السهم هاو ثم يجيب لك في الفوائد الاستثمارية مش وديعة بفائدة، مش يعني سند مالي أو قرض سندي، لا لا لو بوند كاس هذاك لا ليس هذا، هذاك راه قرض ربوي تحط مبلغ وبعدين يديك يولد أموال، هذا فائدة ربوية لا شك في تحريمها. الصفة الثانية يقولك تقدر بعد مدة تبيع الأسهم تاعك بالفائدة، إذا إما السهم يبقى ثابت ويجيب لك عوائد، إما السهم نفسه بعد ما تشوفهم طلعت قيمة الأسهم راك تتبع في البورصة تبيعهم ضربة واحدة. إذا قلنا إذا كانت التعامل بأسهم مع شركة أو مؤسسة ربوية تقوم على الفائدة والقروض الربوية فأنت ستصبح شريك في القروض التي تمارسها، وشوف أنت يا مقدار مساهمتك هل أنت تشارك في معاملات مباحة ولا معاملات ممنوعة. طيب كاين معاملة ثالثة اللي هي تي بي شوب، سألني عنها بعض الأساتذة الفضلاء وبعض أخواتنا أيضا اتصلوا. تي بي شوب هذه منصة بلاتفورم، ماذا تفعل؟ تقوم على أساس في الظاهر أنها عملية ترويج وتسويق وسمسرة وفالوريزاسيون دي برودوي
تقويم وتثمين المنتجات. راك تشوف بلاني كي نهضروا ما نهضروش هكذا برك، كون ما تطالعش من ناحيه الاقتصاديه كذا ما تحلش فمك مره. جماعه لازم تعرفوا كيما صعيب تحل المعامله صعيب تحرم ثاني، مش سهل كلاهما صعب، هذا حلال وهذا حرام، هذا توقيع عن رب العالمين، ربي راه يشوف فيا ويسمع فيا. انا نقول لكم جماعه ربي قال لكم هذه حرام، دريها سهله، هذه سهله تحللها في رقبتك ومعه الله تعالى، وتحرم على الناس ارزاقهم مش حاجه زي التايه قاطع طريق انتايا خاطئ ابدا. احنا نقول لك باللي هذه المنصه ظاهرها السلامه، ظاهرها السلامه. اللي ما يعرفهاش كيفاش يديروا هذه، يقول لك مثلا انتايا تدخل تدفع مال، تدفع مبلغ مالي 200 الف مثلا، ومن بعدين المنتجات تاعنا دير عليهم تثمين، يعني دير تقويم، يعني ما رايك في هذا المنتوج، عندك من نجمه الى 5 نجوم. اغلب الناس راح يدير 5 طوال، لانك قد ما تثمن بنجوم اكثر تكون نسبتك فائده اكثر. اذا الاشكاليه الاولى انك دفعت مال باش دخلت، وهذا اللي قلنا عليه في الدرس ذاك النهار تاع القمار، لانه انايا باش نولي سمسار قال فلان راه يبيع في هذو الفريقوات هذو، ويقول يا شيخ لو كان دير لي ترويج وتسويق في الصفحه نتاعك قد ما شراو من عندي تدي فائده. يجوز بشرطين، شرط ثاني دوك نقولوا. الشرط الاول ما يقولش ادفع مبلغ اشتراك، ها مبلغ اشتراك قمار ريح مال. الحاله الثانيه الشرط الثاني ما هو الصعيب هذا ايضا، انك كيفاش يبارطاجيو للمنتوج، كيف يبارطاجيو للمنتوج، يسموها فالوريزاسيون دي برودوي، تثمين المنتجات. انا واش ندير مثلا يصوروا فريغو ولا روبو ولا سياره ولا شيء من هذا القبيل، اولا ندير 5 طوار 5 نجوم، راني راضي على المنتوج ومنتوج هايل، هذا ممكن يتضمن شهاده زور. ثانيا نولي انا نبارطاجيه للجروب تاعي والزملاء تاعي والاصدقاء تاعي، مثلا في الصفحه كاين صفحه اللي فيها 1,000,000 متابع ولا 500,000، زوج صفحات ولا ثلاثه 500,000 مع 400,000 مع 800,000، وزيد لها تيك توك فيه 1,500,000 ولا هم 3 ملايين انسان، نولي انا نديه معايا في الطريق نقول لهم هذا الفريق هايل، انا ما شفته ما مسيته ما نوضته ما حطيت فيه الحليب يبرد ما حطيت فيه الماء. اذا هنا كاين مسؤوليه الشهاده على منتوج عند الناس، والمؤمن مامور بالنصيحه للمؤمنين، ما يغشش المؤمن. داير مثلا كان تكون صادق، كاين منتوج دير عليه 5 نجوم، منتوج تقول ما عجبنيش، هما لا ما عجبكش المنتوج، ما راحش تروجو ما تديش عليه فائده، او من الله دخلت هنايا، ايا طبع 5 نجوم، كاين 6 نجوم، دير 6 نجوم، اي وتولي الناس تطرش برك. كي معاه ولا لا؟ ان شاء الله يعني جماعه تي بي شوب ولا غيرهم يعذرونا، يعني احنا نتكلموا بصفه فقهيه حياديه. روح انت شوف المعامله كيف تموديفي فيها تريكتي فيها وتصححها وتولي مباحه وحلال. دير سمسله روج للمنتوج بعد ما انت المروج ولا السمسار امين، لازم يكون متاكد من السلعه. انا السائله التي سالت ايضا قالت لي شفت التعليقات كاع قالوا شريناه مليح، ما يدريك ان هذوك الحسابات تعمل الشركه. دوك انا كي نفتح فيسبوك، فيسبوك نسميه عبد المجيد مبروك، فيسبوك نسميه ابو ادم الجزائري، واحد نسميه ابو نوح الفلسطيني، واحد نسميه وندير هذا فريقو هايل او شريناه ولا غير يعطيكم الصحه او الساعه هذيك ما كاش زيها. نجي انا نشوف التعليقات هي بزاف نقول والله غشروه الناس، ها هذا من ميلا وهذا من قسنطينه وهذا من تيزي وهذا من العراق وهذا من سوريا، شراوه لقوه مليح، ايا دير 5 نجوم، ابعث للشعب يشري، ومن بعدين تدخل في يوم القيامة تلقى ربي سبحانه يحاسبك يقول لك علاه تشهد هذه الشهادة تاع الزور وانت ما شفت المنتوج، ما حكمته ماك ضامن. انه سقساونا الناس يقول لك الشيخ نروج ومن بعدين ندي فائدة وانا ندلو بارك، نقول له لازم ثاني صاحب المنتوج الأصلي يكون عنده خيار. العيب أنا كي توصل لي تليفري لي سلعة إذا كانت فيها ليفريزون نلحق نشوف الروبو ماهوش مليح وماهوش صحيح، نو مو عندي حق الإرجاع. ما تقوليش أنا خاطي، انا الليفري باركو انت شريت وخلصت. شفت المعاملات كيف لانها اصلا هذه نشات في بلاد الغرب الذين لا هم لا حلال ولا حرام. ونزيد نقول لك واحد الحاجه، بالك في اوروبا ما يخدعوكش ما يخدعوك ابن عمك هنا، بالك في اوروبا كون يبيع لك يخمم في السمعه نتاعو كي يبيع لك لينات كيما هذه ولا ميكرو يقول لك انا ندير حاجه توشيبا ولا نايك ولا اديداس، ماشي نديروا في اشهارات يعني جماعه الاعلام الاتصال يكونوا حاضرين، يقول لك هذا اشهار بصح حنا عادي يخدعك ويصلي في الصف الاول.
وذوك الدراهم اللي لمهم يدير بهم عمره ويروح روح يغسل عظامه. مش تغسل عظامك هذا؟ عظامك تغسل بليسونس ما يتغسلوش. احنا المقصود يا جماعه ان الانسان شفت المعاملات على بالي راه ما كاين ناس راه متعجبين صافي في هذه الامور كلها في هذه الامور. على هنا ديما سقسوا فيا وما جاوبتش، هم حاضرين اللي سقساوني ما نحبش نتسرع، خطاش كون نتسرع الجماعه الجايه نقول يا جماعه اسمحوا لي والله غلطت البيتكوين ماهيش هكذاك. كيفاه الشيخ؟ بالعقل بهدوء ابحث فيها، ارجع للمصادر، ارجع للخبراء الاقتصاد، شوف المجامع الفقهيه، شوف العلماء واش قالوا الكبار اللي هما اعلم منا واسبق منا ومجامع فقهيه وداروا بحوث ويكلفوا ناس مختصين باش يجيبوا لهم النتيجه تاع الفتاوى هذه. واضح؟ اذا هذا الذي ظهر من هذه المعاملات الثلاث، قلنا البيتكوين وشراء الاسهم ومعامله تي بي شوب، فالانسان يحذر ولا يتسرع. وربما اذا كانت بعض التعديلات طرأت زيد سقسي، اذا كانت التعديلات هذه مؤثره في الحكم الشرعي يتغير الحكم الشرعي. مش احنا نشد ما تهضرش معايا خلاص قلنا لك حرام اصبر بالك صارت فيها تعديلات صارت فيها امور. هاو يقول لي واحد مثلا الان ربما يكون من اخواننا حاضر يقول لك المبلغ اللي دخلت به في التي بي شوب قال لك تقدر تستردو، هو لازم يقول لك هكذا. بصح انت كي تدخل الذوق البناء ما تسترجعش ال 200 الف الاولى، راني دخلت 3 ملايين 4 في الشهر ونتبان شهريا تاعي معليش خلوها برك راني معاكم ما نخرجش، واللي تنفع له يخرج والله يسمع الفتوى 200 هاك 200 الف تاعك روح الله يسهل بالك زيد الدور هنايا. اذا يا جماعه للاسف احنا رانا احيانا باش نقول خاوتنا هذو راهم يروجوا والله دايرين منصات ما نتهمهمش، قدر يكون عن جهل وتبان له هكذا يقول لك عادي. اخي قلناها جمعه نورمال ما فيها والو، وراه الربا ودي كاين الناس والله حاجه صريحه وقال لك كيف تقول هذه حرامي من جبتها هذه؟ هو انسان ما عندوش علاقه اطلاقا يعني ما علاقاش لا بالفقه الاسلامي ولا بالاقتصاد ولا بولو، انسان فارغ شغل وما على بالوش باللي راه يتحاسب يوم القيامه على هذا الاعتراض. كيما نتحاسبوا احنا اذا كان تعمدنا تضليل الناس والعياذ بالله. نسأل الله الهداية والثبات. طيب هناك مرضى يسألون إخوانهم الدعاء، كاين اللي راهم هنا كاين في فرنسا كاين ناس معنا كاين ناس ما عندهمش الذرية، نسأل الله أن يرزقهم ذرية صالحة. والمرضى هذو كاين اللي راح يدير عملية جراحية تبان خطيرة أو عند ربي قدر تكون سهلة، وكاين ناس راهم مرضى في المستشفيات كاين اللي في البيوت كاين اللي عندهم أزمات، ربي يفرج على المؤمنين والمؤمنات. كاين اللي ماتوا ثاني في هذه الأيام، نسأل الله يرحمهم يجعلهم من أهل الجنة. ودائما ما نساوش الدعاء لاخواننا في فلسطين المحاصرين عفوا، وزاد هاك شايف الخلاف مع جمهوريه مصر العربيه وما خلاهمش يدخلوا، صعب جدا يعني الحال راه يتازم في غزه ورانا ننساو غزه. وكاين بعض الاعلام والقنوات الاعلاميه راهم دائما اونكور مع القضيه وكاين اللي نساو والشعب ينسى مع هموم الدنيا، ولكن الازمه راه متفاقمه خاصه في مخيمات رفح وغيره. فنسال ان ينصر الاسلام والمسلمين وينصر اخواننا المستضعفين.